مرتضى منصور شكله عاوز يتحبس بالكلام اللي بيقوله على الكابتن محمود الخطيب بعد ما مشي من نادي الزمالك هو واولاده. مرتضى منصور بيقول للكابتن محمود الخطيب اتفضل اشبع بالبطولات وتفضل العب بدون منافسه، وبيقول للكابتن محمود الخطيب انت ما قدرتش عليا كرئيس لرئيس وبتعمل حاجات بمساعده الدوله، وبيقول للكابتن محمود الخطيب مش هسيبك انت ولجانك الالكترونيه اللي بتشتم فيا من اول ما مسكت نادي الزمالك، وبيقول للكابتن محمود الخطيب ان هو دلوقتي فاضي وهيتابع كل القضايا اللي رافعها عليه في المحاكم. اعتقد الكلام اللي بيقوله مرتضى منصور بعد رحيله عن نادي الزمالك واولاده هيدخله السجن تاني.